القدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأشفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان؟ من يغسل الدماء عن الحجارة والجدران؟ من ينقذ الإنسان؟ يا قدس يا حبيبتي، يا قدس يا مدينتي. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، حلقة جديدة أقدمها لكم بتطورات ميدانية مختلفة، فكونوا معنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في برنامجكم العاصمة في أسبوع. لعل أبرز الأحداث التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي هو استشهاد الشاب محمد علي العباسي 17 عاماً جراء إطلاق الاحتلال النار على مركبته التي كان يستقلها برفقة أقربائه، مدعية محاولتهم تنفيذ عملية بالقرب من مدينة البيرة. نفت عائلة العباسي ادعاءات مزاعم الاحتلال وأكدت أنها أكاذيب لتبرير إعدام نجلها الشهيد. ولكن اللهم المستوطنين جايين كثافة، ما ايش اسمه اللي حكينا وقفوا ما وقفناش، اذا بنوقف فيش فينا واحد بيطلع عايش. شردنا، صرنا بين الثنتين، بين مستوطنتين على اليمين وعلى الشمال، بالنص صرنا احنا. لما لفينا الدوار ورجعنا بلش اطلاق النار علينا. احنا بنطالب بتشريح الجثه من اجل ان نسترسل في الاجراءات القانونيه، لانه القتل صار لهذا الشاب والاعتداء على الشباب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد. حيني ولا إشي بمخي، ولا إشي، بس بدي أشوفه، حين بس بدي أشوفه، لا مفكر في بكرة ولا بعده، بس بدي أشوفه. بتمنى أني أشوف ما ياخذوا مني ويودوا على يدفنوه، أنا مش شايفته. صدق الكنيسة بالقراءة التمهيدية على قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال، وينص القانون على تخويل القائد العسكري في جيش الاحتلال صلاحية طرد عائلة منفذ عملية من مكان سكنها إلى منطقة أخرى بالضفة الغربية. اعتبر حقوقيون أن هذا القانون يتعارض مع القوانين الدولية ويأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية. القانون هو يؤكد شرعنة الاحتلال في الشعب الفلسطيني، إن الكنيسة هو أحد أذرع الاحتلال، وأن هذا القانون لا يخضع لأي مسؤولية من القوانين الدولية ولا حقوق الإنسان، وهذا القانون فاسد وفاشل ولن يكون هو رادع، وأن الحكومة الإسرائيلية فقط تحاول أن تقوم بضرب الرماد في العيون في الشعب الإسرائيلي وأن ترضي الشعب الإسرائيلي قبل عملية الانتخابات، وأن القيادة الإسرائيلية بتخبط، وأن القيادة الإسرائيلية بمنازعة حقيقية على رئاسة الوزراء. نتنياهو يحاول البقاء لأنه يحمل قضايا الفساد وإباقات بيضاء، وبنت يطمح بأن يكون الرئيس الوزراء القادم، وهو يطمح اليوم بأن يكون وزير الدفاع الإسرائيلي الاحتلالي، ومن خلاله سيسوق عملية انتخابية على أنه قادر عن أن يأتي بالأمن والأمان للشعب الإسرائيلي، وأن هذا القانون هو من صنيعة شيكيد وبنت حتى يضغطوا على نتنياهو بأن يمنحهم أكثر وأكثر لقوانين رادعة للفلسطينيين كما يدعون، وأن تكون يعني أكثر مشبعة للمحتلين وخصوصا المستوطنين والمستوطنات. شنت قوات الاحتلال يوم الاثنين حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة العسوية طالت 20 مقدسيا، وسلمت استدعاءات لآخرين، كما وشرعت بإغلاق مداخل البلدة وتفتيش عشرات المنازل. هذه الهجمة الشرسة تأتي ضمن سياسة التضييق على المقدسيين لإجبارهم على ترك المدينة. المجمل تقريبا 23 واحد الأسرى اقتحموا حوالي أكثر من 20 بيت لتحصيل ديون لبلدية الاحتلال وللتأمين الوطني، برضو لمؤسسة جيحون تاعت المية، فكوا ساعات مية
وبرغم انه القانون ممنوع فك ساعات المية الا انه بالعزيز يفكوا اليوم ساعات المية، والحملة مستمرة لحتى هذه اللحظة. هم بفكروا انه بهاي الاعمال تبعتهم المسعورة واللي بيقوموا فيها كل يوم وكل وقت انهم يرقعوا اهل العسوية واهل القدس، بالعكس احنا بنزيد اصرار وبنزيد قوة، وبالعكس احنا راح نضلنا موجودين غصبا عنهم مش بخطرهم، لان هاي القدس إلنا. فهذه سياسة ممنهجة، سياسة تنطوي على حقد دفين لدى الاحتلال، الهدف منها منع أو حد من سيادة الشباب الفلسطيني في مدينة القدس، والإظهار للجمهور الإسرائيلي أننا نحن من نحكم القدس وليس الشعب الفلسطيني الذي يسكن في مدينة القدس. هذا هو الهدف الأول والأخير. الهدف الآخر من هذا هو تحريض الجمعيات الاستيطانية على المحافظ تحديدا وعلى القيادات الفلسطينية والمقدسية وبعض المحامين أيضا، هتقاوم تقديم الشكاوى للشرطة بدعم من أعضاء كنيسة محسوبين على الأحزاب الدينية المتطرفة، تقدموا بالشكاوى، وهم من يصرون على اعتقال المحافظ المرة والأخرى لمنعه من ممارسة أعماله حسب الأصول وهي أعمال بروتوكولية، الأمر الذي دفع الحكومة باعتقاله عدة مرات دون توجيه له أي تهمة فقط لأنه محافظ ومدينة القدس. هذه سبب الاعتقالات للأسف الشديد. والرسالة الأخرى التي ينوي الاحتلال تمريرها للمسربين أن نحن من نقف معكم ضد من يقف ضدكم. صحيح. هذا هو الهدف الأول والأخير. بحجة البناء دون ترخيص، هدمت جرافات الاحتلال يوم الثلاثاء منزلاً في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة يعود لعائلة عقيل، وبرفقة الشرطة اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال البلدة وهدمت المنزل دون سابق إنذار. الحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً، يعني شيء طبعاً مش بسيط، يعني يمكن صدمات للواحد، أكبر صدمات الواحد تعرض لها في عمره. شابين على وجه جواز، واحد منهم خاطب وواحد على وشك، يعني بتعرفي شو بيكون شاب باني أحلام على البيت اللي بانيه. وضعنا في القدس يعني يمكن زي وضع أغلب الناس في هالبلد، عايشين في ظل الاحتلال، صحيح لا تأكل ومقسوم لا تأكل وكل تشبع، ممنوع تبني إلا برخصة ومناش نعطيك رخصة وبني زي ما بدك. بالنسبة للأرض هم حاطين عليها هذه، هم حاطين عليها أبو قولوا البلدية هذا الموقع الذي لا يقدر بثمن، يعني هذا أغلى إشي في القدس أو أجمل مكان بجوز في القدس، يعني ما في محل في القدس أحسن من حي الفاروق أو يعني موقعه أحسن من موقع حي الفاروق يعني أو من جبل مكبر بالذات، لكن حي الفاروق هو المطل على القدس. في بيت حنينة شمال القدس المحتلة أعطب مستوطنون من عصابة تدفيع الثمن أكثر من 40 مركبة تعود لعائلة الغرابلي وبرقان، وخط شعارات معادية وعنصرية على الجدران تنادي بموت العرب. الصبح قام ابن عمي الصبح على الساعة 4 الصبح حاسس يطلع على شغله، فبتفاجئ انه في عنده بنشر في العجل، اجى يصلح العجل، العجل الثاني، العجل الثالث، بعدين بتطلع لكل الحارة، كل السيارات اللي موجودة في قلب الحارة كلها فيها بناشر منشرة. اتصلنا على الشرطة ما لقينا أي ردة فعل طبعا من الشرطة، غير أنهم أجوا أخذوا التسجيل وسجلوا أرقام السيارات. المضايقة هاي من قبل عنا، يعني عنا في منتزه بعيد عن البيت هون بنوا لليهود، بعيد حوالي 300 متر، بيطلعوا أولادنا يلعبوا في المنتزه أو يترفعوا زي أي ولد عادي، فبتلاقي لك إياه بتحركوا شو في أولاد اليهود شك بينادوا للشرطة بيمسكوا الولد هذا العربي بياخدوا. الشعارات هذه شعارات عنصرية وتنذر بخطورة متناهية لأحيائنا العربية ولمنطقتنا بالذات اللي بتقع في وسط الأبنية اللي احنا بنشوفها حولنا اللي هي تابعة لمستوطنة مسجد سيف. لا نعول على القوانين الإسرائيلية لأنها أصلا يعني للأسف أجهزة الأمن الإسرائيلية هي اللي بتحمي المستوطنين وهي اللي بتعطيهم الدافع إنهم يتحركوا ضد أهلنا وضد أحيائنا العربية في المنطقة.
وفي الشأن الطبي، نظمت جمعية أمراض الغدد الصماء والسكري ومشفى أغسطا فيكتوريا مؤتمراً علمياً في القدس تحت شعار تحدي السكري وما وراء التوقعات تحت رعاية شبكة مستشفيات القدس الشرقية. عرض المؤتمر كل ما هو جديد وحديث لمقدمي الرعاية الصحية حول اضطرابات الغدد وأمراض السكري واضطرابات العظام الأيضية. شارك في المؤتمر 300 من مقدمي الخدمات الصحية في فلسطين ومشاركين دوليين. هذا المؤتمر الرابع للجمعية الفلسطينية لأمراض الغدد الصم والسكري، له أهمية معينة. أول شيء أنه يقام في مدينة القدس على مدار يومين، هذه أهمية مهمة جدا، أنه تجميع عدد كبير من الأطباء اللي بيشتغلوا في مجال السكري بفلسطين ومن جميع أرجاء فلسطين والقدس. ثاني أنه يقام هذا المؤتمر تحت أسم التحديات في مرض السكري وما هو ما أبعد من التوقعات، وبالتالي هو يناقش تحديات السكري، وتم دعوة اختصاصيين للسكر من العالم، وبالتالي هاي الأسماء هي جذبت عدد كثير من جميع أنحاء فلسطين، وسوف يتم مناقشة المرض السكري من جميع التحديات. يعني تعتبر فلسطين موجودة على الخارطة أنها تتقدم، لا بنقدر نقولها متأخر وأنها متقدمة جدا، ولكنها تواكب التطور العلمي الهام اللي عم بيصير مع مرض السكري، وخاصة حدوث هذا المؤتمر والناس وعندنا في الكتيب بتشوفي أهمية هذه الناس أنها بتساعد الكوادر الفلسطينية على تحسين أدائها في مرض السكري في وطننا الحبيب. إحنا سعيدين جدا أنه موجود اليوم هذا المؤتمر في القدس. المؤتمر هذا بيجمع كثير من المحاضرين الدوليين اللي هم يعتبروا من أوائل وأفضل المحاضرين الموجودين في العالم، أسماء كبيرة في عالم السكري. بنأمل منه أنه نقدر نوصل لأطبائنا الفلسطينيين والطواقم الطبية آخر ما توصله العلم في مجال السكري والغدد الصماء من علاجات وتشخيص وغير ذلك. احنا كثير كويسين في هذا المجال ومتطورين في هذا المجال، عندنا كثير من الاخصائيين والاطباء اللي على مستوى عالي جدا في موضوع السكري والغدد الصماء والسكري. حاليا احنا هذا المؤتمر هو هدفه الاساسي رفع مستوى هذا الطاقم ومقدرتهم على معرفه افضل العلاجات الموجوده حاليا في العالم. أما في الشأن الاجتماعي والثقافي، نظم تجمع السياح المقدسي بالتعاون مع حوش الفن الفلسطيني فعالية يلا على الحوش، تضمنت عدة فعاليات وزوايا تفاعلية للأطفال وعائلاتهم من أجل تنشيط الحركة في المدينة المقدسة وإحياء مؤسساتها. اشتغلنا على محورين. هلا المحور الاول اللي هو احنا بدنا نجمع كل نشاطات المؤسسات اللي راح تصير خلال القدس كلياتها، اوكي جمعناهم كلياتهم في بروشور عملنا لهم عليهم ترويج عشان الناس تعرف انه عم بصير اشي بالقدس، تعالوا عيشوا القدس، تعالوا حسوا ايش في موجود في القدس. هلا المحور الثاني احنا كمان اشتغلنا على يعني احنا مع مؤسسات تانية اشتغلنا معاهم ان احنا نعمل انشطه في داخل المؤسسات بالشراكه معهم. احنا هدفنا من الاهداف اللي احنا كثير بنسعى لها اللي هي التكامليه مع المؤسسات، لان احنا كلياتنا نشتغل على هدف واحد، هدف الواحد اللي هو يلا نعيش في القدس، يلا نكون في القدس، يلا نحيي دائما القدس، لانه ما بدنا القدس توصل انه هي عاصمه موجوده مش عم بتكون زي كل هالعواصم انه هي توصل لمرحله انه ما في حدا دكاكينها مسكره كل هالشيء، لا، القدس فيها كثير اشياء، فيها كثير نشاطات. احنا خلال اسبوع تقريبا جمعنا اكثر من 50 ايفنت موجود بالقدس، وهذا دليل انه فعليا في نشاطات عم بتصير بالقدس، بس يلا نعيش القدس ونعيش نشاطاتها. هاي الفعاليه من مبادره مركز موسى افندي التفسيري، دعونا حتى نعمل هاي الفعاليه اللي هي احتفاليه بعيد الميلاد، جايين هون حتى نعمل كمان نشاط تفاعلي مع العائلات الاطفال، نحاول انه نشكل شكل بابا نويل بالملتينه. هذا العيد كثير له اثر خاص عند الناس، كيف نحن القدس متعودين دائما انه نحتفل بالاعياد مع بعض، بالذات عيد الميلاد يعني كانه عيدنا كلنا، لما نضوي الشجره بتلاقي الكل موجود في هاي المناسبه، فنحن حبينا انه كمان بهذا النشاط التفاعلي يكون لنا دور انه نعمل شخصيه بابا نويل نشكلها مع بعض عن طريق الملتينه. الظروف اللي بنمر فيها بمدينه القدس مش كثير سهله، يعني تضييق من كل مكان، فبوجود فعاليات زي هيك نحن بنثبت انه لا، يعني رغم كل شيء بصير نحن بدنا نضل نشتغل، نعمل فعاليات، نجيب العائلات، كل يوم نعيشه بيومه حتى نثبت انه نحن اهل هذا البلد وبنقدر انه نحن نعمرها بفعالياتها وبكل النشاطات اللي بتصير فيها. عملنا بنعمل اشغال يدويه بالكرتون وبنعمل اشكال بنلفلفهم بنلزقهم على الكراتين عشان يصيروا مثلا نهديهم لحدا او يعني نعطيهم لحدا او نخليهم لنا مثلا نزين فيهم. انا ما كنت اعرف هذا الاشي وانه في هيك كثير اشياء نشتغلها،
بس هالمرة بس عشان اجيت عرفت انه في كثير اشياء نقدر نشتغلها. انا بحب انه يكون في بالقدس هيك اشياء فبصير فيها نشاطات وكثير اشياء، وعشان فيها كثير ناس ممكن انه يجوا على هاي الاشياء. من أجل دعم ومساندة ربات البيوت لمواجهة أي كوارث ومخاطر منزلية، نظمت اللجنة النسائية في ملتقى أهالي القدس ورشة توعوية تفاعلية بالتعاون مع مثلث الأمان، الإسعاف الإطفائية والكهرباء، وذلك من ضمن نشاطاتها التي تهدف إلى توعية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع المقدسي. ملتقى أهل القدس هو عبارة عن ملتقى بجمع 170 عائلة مقدسية، وشكل لجنة نسائية وأنا المسؤولة عن اللجنة النسائية. اللجنة النسائية تكونت تقريبا من شهرين، بتجمع أغلب قياديات والنساء المؤثرات في المجتمع اللي لهم بصمتهم. هدفنا في هذا التجمع يكون لنا مرجعية اجتماعية توعوية تحاول تعمل تغيير أو إصلاح بالمجتمع. اليوم احنا عاملين من ضمن فعاليات الملتقى، واليوم احنا من ضمن فعالياتنا فعالية شتاء آمن، حملة شتاء آمن مقدسي بتستهدف كل ربات البيوت، كل الستات. جبنا مثلث الأمان اللي هو شركة الكهرباء مندوب منها، وجبنا الإطفائية مندوب منها، والهلال الأحمر. الثلاثة يعطونا كل منصات الأمان المنزلي. هذه الفعالية الخاصة والمستهدف منها فئة النساء ربات البيوت بشكل عام، الهدف منها رفع الوعي لدى ربات البيوت المقدسيات، وخاصة أنه إحنا بنمر في فصل الشتاء، معنيين أنه نوعي المرأة ونحكي لها كيف تتصرف في حالة حدوث لا سمح الله الحريق، في حالة حصول تماس كهربائي، إسعافات وإرشادات طبية عامة، حتى إحنا المرأة الفلسطينية المرأة المقدسية تستطيع أنها فعلا يكون ردة فعلها في اتجاه أي حدث من الحوادث المذكورة ردة فعلها طبيعية وواعية بنفس الوقت في التعامل بمثل هذه الحوادث. احنا مؤمنين انه المرأة لا يقل دورها عن دور الرجل، بل هو اهم، كما نعتقد في ملتقى اهالي القدس. المرأة الفلسطينية هي الام وهي الزوجة وهي البنت، المرأة الفلسطينية. فاذا ما صلح حال المرأة صلح حال المجتمع ككل. وبهذه الأحداث مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة التي شاهدنا فيها أبرز ما مر في العاصمة من تطورات. نلتقي بكم الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد بتطورات ميدانية جديدة، نأمل أن تكون خيرا على العاصمة. إلى اللقاء.